الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة. مجلس الوزراء يشيد بإعلان الرئيس السيسي عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة أعمار قطاع غزة. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية هذه النشرة بالتأكيد مع الزميلة ندى رضا. إليك ندى. شكرا لك ليلاس، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة. وخلال لقاء الرئيس السيسي في العاصمة الفرنسية باريس مع رئيس السنغالي ماكي سال، تم التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. كما أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات. من جانبه ثمن رئيس السنغال الدور المصري الحيوي في سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية. هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لوميير بمقر إقامته في باريس، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور بمصر، وكذلك الفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية. حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية عامل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسي. من جانبه أكد الوزير الفرنسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية. كما أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية التي عقدت بقصر الإليزي في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، كما شارك الرئيس في فعاليات قمة دعم الاقتصادات الإفريقية، حيث أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري. كما طلب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي عقدت بقصر الإليزي في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة لدعم الاقتصاديات الإفريقية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة الدول الإفريقية. لقى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، لاقى إشادات كبيرة من الصحف والمواقع الإخبارية العالمية. نتابع أبرزها مشاهدينا في هذا التقرير التالي. أشادت صحف ومواقع إخبارية عالمية بمبادرة الرئيس السيسي والتي أطلقها لإعمار غزة وتخصيص 500 مليون دولار للإعمار، مع قيام الشركة المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. موقع المونيتور المعني بأخبار الشرق الأوسط والذي يقع مقره في الولايات المتحدة أشاد بالمبادرة، مشيرا إلى أنها تأتي في الوقت الذي تتصدر فيه القاهرة الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية. كما أشاد موقع شينخوا الصيني بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة أعمار غزة، كما أشاد موقع يو إس نيوز الأمريكي بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة أعمار غزة ومشاركة الشركة المصرية في عمليات إعادة الأعمار. ونقلت عن الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن قرابة 450 مبنى في قطاع غزة دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة. من جانبها أشادت وكالة الأنباء الفرنسية بمبادرة الرئيس السيسي، مؤكدة أن جهود القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدة الغذائية وغيرها من الجهود. صحيفة الجارديان البريطانية أشارت إلى المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن مصر أرسلت كذلك مساعدات إنسانية وإمدادات طبية إلى الأراضي الفلسطينية، كما استقبلت بعض الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية. من جهتها أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير مطول الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني عقب التصعيد الأخير في قطاع غزة، في الوقت الذي اكتفت فيه بعض دول الشرق الأوسط بدعمهم عبر بيانات مكتوبة فقط، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل على أكثر من محور، سواء وقف التصعيد في قطاع غزة أو توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وعلاجهم، وأخيرا إعادة إعمار القطاع من خلال تخصيص 500 مليون دولار. أما وكالة تاس الروسية فقالت في تقرير إن مصر لم تكتفي بالجهود الدبلوماسية لحل أزمة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، واتخذت خطوات فعلية على الأرض لتوفير الدعم للفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة الشركة المصرية. وقالت الوكالة الروسية إن مصر ما زالت تعمل مع الشركاء الدوليين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأقرب وقت ممكن. أشاد الفلسطينيون بالدور المصري الداعم والمساند لقطاع غزة، لا سيما قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن فتح معبر رفح وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية. دور مصر واضح في دعم قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية من أول يوم في نقاشات لوقف إطلاق النار على غزة وقتل المدنيين. طبعا احنا وكمان نتشكر جمهورية مصر العربية برئيسها عبد الفتاح السيسي على دعمه لوزارة الصحة بنقل الإسعافات إلى غزة ونقل الممرضين والدكاترة لتغطية العجز في وزارة الصحة. يعني نقدر لجمهورية مصر العربية الشقيقة الدور الداعم والمساند
لشعبنا الفلسطيني ورعاية جميع الملفات التي تتعلق بشأن الفلسطيني وبقطاع غزة بشكل خاص، ولم تدخر جهدا في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في أزمات وفي ظل الحروب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة. فعندما جمهورية مصر العربية تفتح مستشفياتها وتجهز العديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين من جراء العدوان الغاشم، هذا يسجل في ميزان الدور المصري الذي دائما يشكل حاضنة لشعبنا الفلسطيني وللثقل والمصابين من أبناء شعبنا الفلسطيني، ناهيك على أن الأشقاء المصريين يراقبوا بشكل جدي ما يقوم به الاحتلال وحجم تدميره للبنى التحتية. فأن تقر جمهورية مصر العربية وعلى لسان قيادتها السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي تقديم هذا الدعم، يعني تجهيز البنى التحتية التي دمرها الاحتلال، ننظر لها خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت لتعزز من دور مصر في تضميد جراح شعبنا الفلسطيني وإعادة الحياة لقطاع غزة على ضوء ما دمره هذا الاحتلال، ناهيك عن الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية عبر الوفد الأمني المصري الذي نقدر له الجهود التي يبذلها رغم صعوبة الظروف، رغم تعقيدات المشهد الأمني والسياسي بفعل تعنت الاحتلال، لكن لم يدخر جهدا في كيفية الوصول بالأوضاع إلى حالة من الهدوء تؤمن الاستقرار وتجنب أبناء شعبنا المزيد من الكوارث على يد هذا الاحتلال المجرم، مع انحيازها الكامل لقضايا شعبنا ولحقوق شعبنا وحقه في أن يعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس وأن يعود لاجئي وفق القرار 194. جمهورية مصر العربية من أوائل الدول والدول الدائما مساندة لدولة فلسطين وللقضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا، ومساندتها للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على الدوام مستمرة، سواء من ناحية الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح، وحتى في الجانب السياسي في دعم المفاوضات ودعم المصالحة الفلسطينية. فيعني دولة مصر يعني دائما هي من يعني الرفيق الأساسي والمساند والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وليس غريب عليها أبدا إنه في أوقات يعني صعبة تمر بها يعني القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقطاع غزة خاصة أن تكون من أوائل المقدمين للدعم الإنساني والمادي وحتى السياسي في هذه الأوقات الصعبة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولمواطنين قطاع غزة في هذا العدوان وفي هذا الوقت الصعب. فيعني نحن عن جد يعني أنا يعني بكل فخر يعني أقول إنه أنا مصرية وإنه أنا يعني بأفخر يعني المواقف المشرفة اللي بتعمل أو يعني تقوم بها دولتي ودولة مصر جمهورية مصر العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. مصر الشقيقة التي تعودنا على كرمها وعلى يعني قوتها في مساندة هذا الشعب، بوابة غزة تفتح على مصر وهو احتضان جغرافي لهذه البقعة التي تتعرض لأبشع صور الإجرام الإسرائيلي. نحن في قطاع غزة ننتظر الخبر الذي يأتي من القاهرة بتوقف أو وقف إطلاق النار أولا، ثم يعني ننتظر يعني قوة مصر في الوقوف مع شعبنا، بداية في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورا بالأجهزة الأمنية المصرية التي تسعى دوما بأن يعني يبقى شعبنا تحت الهدوء وينعم بالأمن والأمان. لذلك نحن اليوم ننتظر الخبر الذي سيزف من القاهرة بأن وقف إطلاق النار سيكون كما يعني نتمنى، ويكون من أجل وقف شلال الدماء الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الأمنين في قطاع غزة. إحنا كفلسطينيين بنوجه كل الشكر لإخوتنا المصريين
لفتح معبر رفح، لنقل الإصابات، لتقديم الدعم المادي والمعنوي لنا. الشعب المصري والشعب الفلسطيني شعب واحد، في الأفراح في الأطراح دائما احنا بنشاركهم، هم بيشاركونا، احنا معهم وهم معنا قلبا وقالبا في الأوقات الحالية وفي الظروف الصعبة اللي بنعيشها احنا الفلسطينيين وسط الدمار والقصف الإسرائيلي الهمجي دون رحمة على المدنيين الأبرياء في منازلهم. احنا يعني بنطالب المصريين انهم يقفوا جنبنا في ظل الظروف الحالية. اذا كنا نحن كفلسطينيين أهل الوفاء فعلينا أن نرد الوفاء لمن يستحقون الوفاء، إذا ما كانش اليوم فغدا. على رأس هذه الأوفياء القوى الوفية هي مصر. مصر أظهرت منذ اليوم الأول حرص كالعادة على دماء الفلسطينيين، أدانت السياسات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالاستيطان بالقدس بالشيخ جراح، عملية التطهير العرقي، قامت بجهود كبير بالوساطة. بالعكس هي الطرف الأساسي المحوري الكل بما في ذلك الأمريكان ينسقون مع مصر. مصر أيضا في الجانب الإنساني فعلت الكثير، 1200 طبيب مصري تطوعوا للعمل في قطاع غزة، نقل الجرحى، فتح المعبر، أخيرا التصريح الذي صدر عن الرئاسة بأنها ستخصص 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة. هذه كلها ليست فقط تأكيد على موقف مصر القومي، وإنما أيضا تحمل رسائل لإسرائيل، رسائل للمحيط، رسائل للمجتمع الدولي بأن مصر غاضبة جدا مما تقوم به إسرائيل، وليست راضية عن العجز الدولي غير القادر على الضغط على إسرائيل، وتريد أن تقول نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن ضد كل هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية. إن هذا الموقف سيذهب إلى عواصم كثيرة بما في ذلك عواصم عربية، وأكثر من ذلك سيذهب إلى الفلسطينيين أنفسهم مرة أخرى فيما يتعلق بوضعهم الداخلي الذي يفترض أن يتغير بالاتجاه الأحسن بعد توقف هذا الاشتباك الواسع. أشاد مستشار وزيرة الصحة دكتور فتحي أبو وردة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقوفه دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيرا خلال حديث لأكسترا نيوز إلى التسهيلات التي قدمتها مصر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل التصعيد الإسرائيلي. نشكر دائما جمهورية مصر العربية، الرئيس والحكومة والشعب، لأنهم أول من بادروا باستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، وجميع أهل قطاع غزة وجميع دولة فلسطين يتقدمون بالشكر والعرفان إليه لوقوفه دائما إلى بجانب أهله في قطاع غزة. وقد تواصلوا معنا يعني أيضا أطباء مصريين عدد ويريدون القدوم إلى قطاع غزة ليقفوا بجانب إخوانهم في وزارة الصحة لمساعدتهم، ونحن تواصلنا مع الأمين العام في النقابة ووعد بإرسال في القريب العاجل وفد طبي رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية بتعليمات من سيادة الرئيس السيسي للقدوم إلى قطاع غزة للوقوف بجانب أهله وجانب أطباء قطاع غزة، حيث أننا بحاجة ماسة إلى التخصصات التي تم طلبها من جمهورية مصر العربية. أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدور المهم والذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حاليا
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين. وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بإعلان الرئيس السيسي تقديم مصر ل 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما أشاد كذلك بتوجيهات الرئيس السيسي لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم. نشيد بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم، وإعلان فخامته تقديم مبلغ نصف مليار دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتياع عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لمبادرته الهامة التي أعلن عنها لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار. وخلال لقائه وفدا رسميا مصريا بمدينة رام الله ثمن اشتياع موقف مصر الوطني ودورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، إضافة إلى جهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وضرورة إيجاد آفاق سياسي مستند للشرعية والقانون الدوليين ينهي الاحتلال. تواصل مصر استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك عبر معبر رفح. هذا وكان الرئيس السيسي قد وجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة تلبية لكافة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين. تواصل مصر إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني عن طريق معبر رفح. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين دون أي بديل عنها، مشيرا إلى أن السلام والأمن والاستقرار مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف في كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام الجلسة الاستثنائية للبرلمان العربي أن العدوان المتواصل على قطاع غزة يمثل إرهاب دولة منظم وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وأنه لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية. القدس هي جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية، فضلا عن كونها جزءا من هويتنا الدينية والتاريخية وهوية الأمة العربية والإسلامية كلها، وبدونها لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا اتفاق. ولا نقول هذا بيننا وبين أنفسنا فقط، بل نقولناه ونقوله لكل العالم حتى يعرف الجميع ثوابتنا التي لا يمكن أن نحيد عنها أو نتهاون في حقها. وها هي القدس تثبت مرة أخرى أنها هي الأساس الذي يجتمع عليه الشعب الفلسطيني وتلتف حوله جماهير أمتنا العربية والإسلامية. إنما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين وقصف متعمد للبيوت والمنشآت وتدميرها على رؤوس سكانها وتدمير للبنية التحتية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء، هو إرهاب دولة منظم تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وسوف لن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم
أمام المحاكم الدولية. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المجتمع الدولي عليه أن يتذكر بأن الأحداث المتصاعدة حاليا في الأراضي الفلسطينية بدأت في القدس عندما قام الاحتلال الإسرائيلي بطرد سكان حي الشيخ جراح وإحاطة البلدة القديمة بحزام متصل من الوجود اليهودي، مؤكدا خلال كلمته في جلسة طارئة للبرلمان العربي أن النهج الإسرائيلي حاليا ليس عشوائيا بل خطة متواصلة لعزل المقدسيين عن القدس. إن من واجبنا جميعا أن نوصل الصوت الفلسطيني للعالم في هذه اللحظة النادرة التي تهيأت فيها الآذان لسماع صوت الحق، من واجبنا أن نذكر بأن هذه الأحداث قد بدأت في شهر رمضان المبارك أقدس الشهور لدى المسلمين، عندما سعت سلطات الاحتلال وفي استفزاز متعمد إلى التضييق على المقدسيين في ممارساتهم لشعائرهم ولحقهم في التجمع حول البلدة القديمة والدخول إلى المسجد الأقصى الذي تهفو إليه قلوب المسلمين جميعا لا الفلسطينيين وحدهم. وهذه كذبة أخرى فضحتها الأحداث، استعلم تبجح الاحتلال بأن مدينة القدس مفتوحة أمام المسلمين لإقامة الشعائر، بينما الواقع يتحدث عن نفسه. لقد منعت قوات الاحتلال إقامة الشعائر، بل واقتحمت هذه القوات باحات الأقصى ضاربة عرض الحائط بما يسمى الوضع القائم في المدينة. هذا وأكد أبو الغيط أن العمل الدبلوماسي العربي يتواصل في أروقة الأمم المتحدة ومع عواصم القرار الدولي بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم. لقد اجتمع وزراء الخارجية العرب في دورة طارئة الأسبوع الماضي، وصدر عن المجلس الوزاري قرار مهم من أجل نصرة الفلسطينيين في نضالهم النبيل ودعم صمودهم في مواجهة جرائم الاحتلال. ويتواصل حاليا العمل الدبلوماسي العربي في أروقة الأمم المتحدة ومع عواصم القرار الدولي بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبوا من جرائم. ويتضمن القرار العربي كذلك خطة للتحرك تشارك فيها كافة أزرع العمل العربي المشترك ومن بينها البرلمان العربي الموقر. إذا توجب علينا جميعا العمل بشكل حثيث من أجل التواصل مع كافة الفعاليات الدولية بما فيها المجالس المنتخبة في كافة الدول بهدف كشف فظائع الاحتلال ومخططاته ودعوة العالم للتضامن مع الحق الفلسطيني. إن جهودنا من أجل كسب معركة الرأي العام وهي في هذا العصر قد تفوق في أهميتها معركة السلاح هي أقل ما نقدمه لأخوتنا الصامدين في فلسطين ولأمهات فقدن الزوج والولد، لا لشيء إلا لأنهم أحرار يحملون بين جوانحهم حلم الوطن المستقل. دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الاقتصاد الإقليمية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. قال العسومي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأولى بالنسبة للعرب. إن البرلمان العربي وانطلاقا من دوره القومي قاد منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الانتهاكات والاعتداءات القاشمة تحركا دبلوماسيا برلمانيا عربيا على كافة المستويات من أجل حش الدعم الإقليمي والدولي لنصرة القضية الفلسطينية والوقف الفوري للجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال. وفي هذا السياق وجهنا خطابات عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي،
ورؤساء البرلمانات الإقليمية، نطالبهم فيها بالتحرك الفوري وتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات القاشمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بالمشاركة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك غدا الخميس. وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن جلسة الجمعية العامة المشار إليها تنطوي على أهمية كبيرة في ضوء عجز مجلس الأمن عن التوافق على مشروع بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب تصلب الموقف الأمريكي، موضحا أهمية إظهار الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولية التسبب في هذا التصعيد عبر إجراءاتها الاستفزازية المتعمدة في القدس وذلك طوال شهر رمضان، والتعبير عن الإدانة لهجماتها العشوائية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة. فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في التوصل لإصدار بيان مشترك حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، مع إصرار الولايات المتحدة على أن البيان لن يؤدي إلى احتواء الأزمة. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 219 شهيدا من بينهم 63 طفلا و36 سيدة ونحو 1530 مصابة. أما في الجانب الإسرائيلي فارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا وأكثر من 300 مصاب. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق 4000 صاروخ من قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل حماية المدن من تلك الصواريخ. طلب وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبة من الرئيس ميشيل عون إعفائه من مهام منصبه بعد تصريحاته والتي أدلى بها التي تسببت في توتر العلاقات مع الدول الخليجية. من جانبه قال عون إن التصريحات التي أدلى بها وهبة في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة. وفي بيان على تويتر أكدت الرئاسة اللبنانية عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. هذا وكانت وزارة الخارجية استدعت السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي لتقديم تفسير لما أدلى به الوزير شرب الوهبة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.
من جهته وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات شرب الوهبة بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية. قال مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية إن الأمين العام يأسف لأن هذه التصريحات جاءت في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه، أسهمت في توتر العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها، مشيرا إلى ضرورة أن تعكس لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل. وبالعودة إلى ملف مواصلة مصر لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة لمواصلة إرسال المساعدات المصرية أيضا للشعب الفلسطيني عن طريق معبر رفح. ينضم إلينا من معبر رفح الزميل عوض الغنام مراسل أكسترا نيوز. أرحب بك عوض، بداية إذا لو تطلعنا على المزيد، كيف يبدو المشهد من عندك من معبر رفح تحديدا؟ وتم افتتاح هذا المعبر منذ 4 أيام من الجانب المصري استثنائيا. عوض تفضل. نعم للاس، هذا المعبر لم يفتح استثنائيا، هذا المكان مفتوح المعبر على مدار الساعة، مصر لم توقفه إطلاقا حتى في الأجازة الرسمية الخاصة يوم السبت الماضي، كانت الأجازة الأسبوعية هي الجمعة والسبت، ألغيت الأجازة يوم السبت، فبالتالي هذا المعبر مفتوح طوال الوقت، هذا فقط للتأكيد. إذا عدنا للأجواء هنا في معبر رفح للاس، ربما الصورة خلفي تعبر عشرات مئات من الإخوة الفلسطينيون الذين عبروا إلى حيث أنا موجود الآن، كما ترين الصورة نحن الآن في قسم الجوازات الخاصة بمنفذ رفح البري، يصلون بسهولة وبيسر ويتم نقلهم من خلال هذه الأتوبيسات ويصلوا إلى حيث أنا متواجد الآن. الإجراءات لا يعني تأخذ وقتا كثيرا، أما العمل داخل المعبر فهو يبدأ من الساعات الأولى صباحا وينتهي عند منتصف الليل، وهذا هو المتغير الأهم في التعامل مع الأزمة الراهنة في غزة. في الأيام الاعتيادية كان فعلا ينتهي العمل عند الساعة 6 أو الصباح مساء، لكن الآن ألغيت كل الأجازات بالنسبة للعاملون هنا سواء التنفيذيين أو الإداريين لتسهيل هذه المهمة على الإخوة الفلسطينيين سواء في طريق الذهاب أو العبور، لأن كما هي الصورة الآن موجودة في اتجاه العبور من غزة إلى القاهرة أو الأراضي المصرية، أيضا هناك منفذ آخر للقادمين من القاهرة. إذا ما عدنا للتعامل مع الملف الخاص بنقل الجرحى والمصابين، نستطيع أن نقول منذ 3 دقائق وصل الآن 8 حالات مصابة من الجانب الفلسطيني، ينقلهم الهلال الأحمر الفلسطيني بسيارات خاصة، ثم بعد عبورهم إلى حيث نحن متواجدون الآن وهو المعبر البري المصري حيث معبر رفح، بالفور تأتي السيارات الخاصة بالإسعاف المصرية ويتم الكشف الطبي السريع، وإذا كان معهم تقارير طبية يتم الاطلاع عليها من الطواقم الطبية المصرية ويفحص الأطباء المصريون أو إجراءات فحوص سريعة. لماذا هذه الإجراءات مهمة للغاية للاس؟ لأن بناء على هذا التقرير الطبي وهذه الفحوصات الطبية يتم تحديد المسار الذي ستسير في الحالة. أولا إذا كانت هناك حالة تستدعي إسعافات عاجلة، تكون أول مستشفى تصل إليها الحالة هي مستشفى الشيخ زويد، لأنها لا تبعد نحو إلا 20 كيلو أو تقريبا ربع ساعة من هذا المكان، فبالتالي أو 10 دقائق، فبالتالي المسألة تكون سهلة وهناك يسر في الوصول بالحالة سريعا ليتم التعامل معها من الناحية الطبية. إذا كانت الحالة يعني فيها قدر من الصعوبة طبيا، هناك عدة سيناريوهات، هناك 3 سيناريوهات. السيناريو الأول 11 مستشفى موجودة في شمال سيناء بالتتابع الجغرافي، بئر الشيخ زويد، العريش، بئر العب، ثم بعد ذلك المستشفيات الخاصة في غرب قناة السويس، نتحدث عن الإسماعيلية تحديدا و
بورسعيد، هناك مركز طبي كبير، هناك مستشفى 30 من يونيو، وهذه المستشفيات موجودة في مدخل بورسعيد والإسماعيلية. إذا كان الأمر يستدعي تدخل أكبر من الناحية الطبية يتم نقلهم مباشرة إلى القاهرة والمستشفيات الكبرى كمستشفى معهد ناصر على سبيل المثال. تم دعم 40 طاقما طبيا لمستشفيات شمال سيناء من قبل وزارة الصحة. غرفة عمليات هنا في شمال سيناء تعمل على مدار الساعة بالتواصل ما بين وزارة الصحة بشكل مباشر. كل الدعم اللوجستي تم تقديمه، نتحدث عن آلاف الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية. كان هناك اجتماع أول أمس لوزيرة الصحة مع رئيس الحكومة الذي يتابع لحظة بلحظة كل ما يتطلب هذا الأمر في القطاع الصحي. سواء عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، حدثتنا تحديدا من معبر رفح. أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت أهمية انتخابات 10 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها تمثل مفترق طرق أو طريق في مستقبل العراق. وقالت بلاسخارت في كلمة بجامعة كردستان إن إجراء عملية انتخابية تحظى بالمصداقية وذات مشاركة حرة وواسعة من شأنها المساعدة في توجيه دفة البلاد نحو مستقبل أكثر أمانا وازدهار، مبينة أن الأمم المتحدة ستظل داعمة لهذا التوجه. استمر توافد المهاجرين القادمين من المغرب إلى منطقة سبتة الإسبانية، وانتشر الأربعاء عشرات من جنود مكافحة الشغب الإسبان على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنديق المغربية، بينما تقوم سفينة لخفر السواحل بدوريات مراقبة لحمل المرشحين للهجرة سباحة على التراجع. دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تعامل حكومته مع أزمة المهاجرين على الحدود مع المغرب. قال سانشيز لأعضاء البرلمان الإسباني إن أكثر من 4000 شخص دخلوا مدينة سبتة بشكل غير قانوني، نجحت السلطات في إعادتهم إلى المغرب. وأضاف أنه تمت إعادة فتح معسكر للمهاجرين الباقيين من الأطفال والضعفاء. أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات إلى مداره، وذلك من مركز جيو تشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمالي غربي الصين. وانطلق صاروخ لونج مارش 4B حاملا القمر الصناعي الذي سيلتحق بمركبات أخرى لبناء نظام لرصد البيئة البحرية، وذلك في جميع الأحوال الجوية على مدار الساعة عالي التردد ومتوسط وكبير النطاق. أكدت وزيرة الصحة دكتور هالة زايد أنه تم شحن المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ومنتظر وصولها قريبا. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أعرضت وزيرة الصحة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات في إطار التوسع في الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما أشارت وزيرة الصحة إلى جهود التوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية. كثفت وزارة الصحة عمل فرق التواصل المجتمعي خلال أيام عيد الفطر لتقديم التوعية الصحية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، خاصة في مناطق التجمعات في 7 محافظات.
انطلاقاً من حرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بالصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا، كثفت الوزارة عمل فرق التواصل المجتمعي خلال أيام عيد الفطر المبارك لنشر التوعية بين المواطنين، خاصة في مناطق التجمعات. قامت فرق التواصل المجتمعي بزيارة 7 محافظات شملت محافظات ساحلية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، بالإضافة إلى القاهرة والجيزة والفيوم، حيث تم التواصل مع المواطنين في الأسواق والمحال التجارية ومواقع العمل ووسائل المواصلات، وتقديم التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، كما تم توزيع المستلزمات الوقائية مثل الكمامات والكحول بالمجان. كما قامت الفرق بحث وتشجيع المواطنين على أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح. كان لفرق التواصل المجتمعي دور هام في تعريف المواطنين بمبادرات الصحة العامة 100 مليون صحة، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 75 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية المصاحبة للفرق. نجحت فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان في تقديم التوعية الصحية ل 250 ألف مواطن خلال أيام عيد الفطر المبارك ب7 محافظات. مبسوط جدا من الحملة دي اللي حضراتكم يعني نازلين بتوعوا بها الناس، ازاي يلبسوا الماسك، ازاي يستخدموا الكمامة، ازاي يعني يتعاملوا مع الناس، ازاي عن البعد عن بعضهم، ازاي الوقاية، ازاي التطهير. يعني ده حاجة جميلة. أولا نشكر السادة المسؤولين من وزارة الصحة اللي خلت يعني الناس ايه تنزل وتتكلم عن كده. ولا تزال الفرق مستمرة في عملها لرفع الوعي الصحي والوصول للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. سجلت الهند 267,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,529 حالة. تشير بيانات وزارة الصحة في الهند إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ نحو 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283,248 حالة. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان. تستهدف البروتوكولات إنشاء وتأسيس حضانات للأطفال بالمدارس مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وعقد إنابة من وزارة التضامن لوزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن على مستوى الجمهورية والإشراف عليها. أعلنت وزارة الري والموارد المائية رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية للتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان القادم. وأكدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المالية أو المائية عفوا والري محمد عبد العاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، إضافة إلى تلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات خلال موسم أقصى الاحتياجات
ووجه كذلك وزير الري بضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 تقريراً حول آخر أعداد المتقدمين من الشباب لحملة المليون ريادي والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030. أشارت دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد الشباب الذين سجلوا بالحملة حتى الآن وصل إلى نحو 18,000 شاب من الجنسين، وأكدت السعيد أن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة وأن الدولة المتقدمة تحرص على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية. افتتح حاكمة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته 12 تحت الشعار لخيالك، والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب حتى 29 من مايو. ويشارك في المهرجان 172 ناشر من 15 دولة عربية وأجنبية، يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدمون للأطفال والشباب 537 فعالية ونشاط متخصص وسلسلة عروض مسرحية. هذا ويتخذ المهرجان جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. والآن وقفة مع أهم وآخر الأخبار الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم. أكد المركز أن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع، مشددا على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقا للقطاع المستهلك وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة. هذا وأطلقت الدولة منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر بمشاركة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد التمويل المتناهي الصغر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن المنصة تستهدف استعراض الجهود المبذولة في القطاع أمام مؤسسات التمويل الدولية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر قوة كامنة في الاقتصاد المصري وتنميتها هو شيء حتمي للمضي قدما في رؤية الدولة التنموية. فيما ارتفعت محفظة القطاع بالبنك المركزي بنحو 40 مليار و600 مليون جنيه خلال 5 أعوام. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة. مجلس الوزراء يشيد بإعلان الرئيس السيسي عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. ودول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل. وفي الختام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة والشكر موصول لزميلة ليلى سكافوزي.